أنا صوتي مسموع دكتور هشام كده؟ عملت شير سكرين. يس يس دكتور خالد اتفضل. كده تمام؟ اوكي. ممكن ابدا دكتور هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه طبعا بشكر استاذنا الفاضل. لسه ما بداتش. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بعبر عن سعادتي والشرف ان انا اكون موجود مع حضراتكم النهاردة. بشكر استاذنا الفاضل استاذ دكتور هشام الشيخ، استاذ ورئيس قسم الاشعة في كلية الطب بنها، وطبعا تجربة جميلة جدا جدا من القسم عندكم. نتمنى ان احنا كلنا ان شاء الله نقدر في جامعاتنا ان احنا نحذو حذوها ونعملها ان شاء الله. فكرت النهارده ان انا اتكلم عن موضوع من الديلي براكتس بتاعنا عشان يكون حاجه انترستنج للاتنديز موجودين معانا. من eyes are useless if the mind is blind. الفكره كلها حضرتكم واحنا في شغلنا كلنا دايما بنبقى بنواجه ان احنا بيبعت لنا ريكوست ام ار اي اوف ذا هيب كويري اي في ان، واحنا مش المفروض ان احنا نلوم على زمايلنا كتير ان هو ده الحاجه اللي دايما واخده بالهم، لانها هي مش الموست كومن كوز اوف بينفول هيب، ولكنها الموست سيريس. لو ما تلحقتش بدري وتعالجت بطريقه سليمه ممكن تؤدي الى unwanted او unpleasant sequences. فدايما في الاورثوبيديك، في الروماتولوجيست، البين ثيرابي والفيزيوثيرابي حتى، بيبقى دايما الاي في ان مركزين جدا معاه. فاحنا النهارده في المحاضره اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي هنتكلم عن الديفرنت كوزز اللي ممكن تعمل بين في الهيب ريجن مش الهيب جوينت بس، ونحاول ان احنا مع بعض ان احنا نوصل لالجوريزم تؤسس البين في الهيب في الادلتس. دي مكتبه اسكندريه فروم دكتور هشام. زي المحاضرتين اللي فاتوا بالظبط، لا يمكن حد يبتدي يقول اي توبيك في الماسكوسكيتال ايمجنج من غير ما يتكلم عن الاكس راي. الاكس راي از مانداتوري بالنسبه لنا في شغلنا في الماسكوسكيتال ايمجنج. مفيش يعني حتى دكتور حسام كان بيتكلم عن الام ار اي وجاب الاكس راي في المحاضره، لا يمكن حد يعني يطلع الاكس راي من القصه بتاعتنا. الاكس راي اللي بناكد عليه دايما للشباب يا جماعه، ما تكتبش اكس راي معموله وحش. Good positioning at good quality، لازم تكون محطوطه في بوزيشن كويس الا اذا كان العيان عنده مشكله، لكنها لو ما فيش لازم تكون معموله بوزيشن كويس وكواليتي كويسه. وطبعا دلوقتي مع التكنيكس الجديده في الاكس راي، طبعا الاكس راي دايما بتاعتنا كويسه، وفي لاينز كتيره قوي في الهيب جوينت مهم جدا ان احنا ناسس. الالترا ساوند طبعا في الهيب جوينت ليه رول مهم جدا، وطبعا في الانترفنشن كمان ان احنا بنقدر نحقن حاجات في الهيب، وطبعا لو في اثرو في الهيب كمان ممكن نستعمل في القصه دي. طيب الهيب بين ممكن يكون منين؟ ممكن يكون ليه انترا ارتيكولار كوزس او اكسترا ارتيكولار، لكن ممكن يكون جاي من الجيران اللي حوالينا. ممكن يكون لامبر سباين، ما تنساش ابدا اللامبر سباين، ما تنساش الساكرو ايليك جوينتس، وممكن يكون حاجه جايه من البلفس، حاجه جاينا او حاجه او هيرنيا، او ممكن يكون الابر ثاي في عامله مشكله وبرده بال examination هم شاكين، فهتلاقيهم بعتنهولك برضو في الايفنت. ساعات كتير جدا بيشوف الحاجات دي وهنشوفها مع بعض في المحاضره. فلازم نبقى عارفين ايه اللي ممكن يسبب بين في الهيب ريجن مش الهيب جوينت بس. واحنا بنبص على الحالات بتاعتنا في الـ الهيب examination لازم الصوره دي تبقى دايما في بالنا. اذا كان البين انتر ارتيكولر ولا بيري ارتيكولر، جاي من الساكرو ايلياك، ممكن يكون جاي من اللامبر سباين، حاجه بره خالص عند التروكانترا، او جايه من البلفس اتساف. بالنسبه لنا عشان نشخص حاله اي في ان اتس نوت ديفيكولت،
يعني لما يكون معانا مقاط بالمنظر ده كده، مش محتاجه اكسبرت في الماسكوسكيتال ايميجنج عشان يقول العيان ده عنده اي في ان. ولو هو دي قصه، مش ده دورنا الرئيسي ولا دورنا ان احنا نشخص حاله زي كده. ان ممكن بمنتهى البساطه طالما شايفين الكريسانت والدبل لاين ساين وكل الكلام ده كله، احنا دورنا از ايرلي دايجنوستس. والايرلي دايجنوستس ده مش دور الاشعه بس، دايما لما بندي المحاضره دي لزمايلنا في التخصصات الثانيه احنا لازم نشتغل كتيم مع بعض. هم يبيك البيشنت، طبعا المفروض ان العيان يكون هو يجي بدري يعني، لكن ان احنا نبيك البيشنت كلينيكالي ايرلي ويتبعت لنا واحنا نديتكت العيان ات ايرلي ستيج عشان نبريفنت ان العيان يوصل للمراحل دي. لو وصلنا للمراحل دي احنا ما اديناش دورنا، لو خصوصا لو العيان جه في الوقت الصح بالنسبه له هو. دايما زي ما بيقولوا لايف از نوت ذات ايزي، ان احنا عندنا في انتيتيز بتبقى فيها مشكله في تشخيص الاي في ان، خصوصا اذا كانت ايرلي اي في ان. في عندنا انتي اسمه ترانزيانت اوستيوبوروزيس اوف ذا هيب، بقى في اديما واخده الهيد والنك ومعاها افيوجن كتير جدا، وبتبقى يعني سيميلر جدا للايرلي ستيجز بتاعت الاي في ان. فلازم طبعا الكلينيكال مهم جدا والستاتس بتاعت البيشنت. وفي بعض الليتريتشر بتقول ان الاديما لو عدت الكانتري كلاينت ذيس فيفرز ذا دايجنوزس اوف ترانزيت اوستيوبوروزيس اوف ذا هيب. انا في رايي لا، لان انا شفت حالات استابليش اي في ان فيها الكريسنت وواضحه جدا انها اي في ان والاديما بتبقى معديه. مش دايما دي ساين نقدر نلاي عليها، ولكن البروسيس كلها على بعضها بالكلينيكال داتا وبالايمجنج بتاعتها وشكل الاديما بيفرق كتير جدا عشان تدفنشيت الاوستيوبوروزيس من الاي في ان. وسبق ببعض الحالات ساعات ما بيبقاش سهل خالص ان احنا نفرقها. ده انتيتي مهم جدا 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 ان احنا نفرقه عن الاي في ان. السبكوندرال انسفيشنسي فراكشر في الفيمورال نيك دايما بيبان بالشكل ده قدامنا. وعشان نفرقها من بعض في جدول موجود كده، دايما الانسفيشنسي فراكشر بيجي اكتر في الفيميل، اكتر في السن الكبير. الاي في ان معظمه في الميدل ايج. في حاجات اسوشيتد اكتر مع الاي في ان طبعا، اللي هم الستيرويدز انجكشن فور وات ايفر ذا كوز والالكول طبعا. لكن دايما الانسفيشنسي فراكشر بيبقى مع الاوستيوبروتيك بيشنز والاوبيس بيشنز. البايلاتراليتي از نوت انكومن الاي في ان، لكنها تقريبا صعب جدا ان احنا، انا عمري شفت حالات بايلاترال انسفيشنسي فراكشر في فيمورال هيد. الدبل لاين ساين از فيري امبورتنت في تشخيص الاي في ان عشان نفرقه، لان هو احنا بنفرق الشكل ده. فاحنا الشكل اللي بيلخبط ساعتها ان احنا نلاقي disconnected line irregular، ودايما بيبقى بعيد شويه عن السبكوندرال والسب ارتكولر اريا. بالنسبه للهيب امبنجمنت ده بقى توبيك مهم جدا 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 ان احنا نبقى اوير بيه بالنسبه للانتربريتيشن للهيب ام ار اي او الهيب ايمجنج ان جنرال. الفيمورال استابلر امبنجمنت از انتر ارتكولر كوزس والاكسترا ارتكولر انتيريور بوستيريور ولاترال هنشوفهم مع بعض. الفاي از فيري، لازم نتذكر احنا النقطه دي مهمه جدا. الفاي از كلينيكال دايجنوز، يعني لو احنا يا جماعه كارديولوجيست شخصنا فاي من غير ما يكون مبعوث في ريكويست، ده معناها ان غالبا الفيزيشن ده ما بصش على العيان كويس، او ممكن مش بص عليه خالص بقى، لا بيوجعه رجليه بتوجعه راح كاتب لنا ام ار اي اوف ذا هيب وبعته. لكن الفاي مهم جدا ان الفيزيشن يبقى موجهك ان هو شاكك فيه، لان في كميه انجلز مش ممكن كلنا يعني هيبقى عندنا روتين اكزامينشن ان احنا كل الحالات بنقيس لها كل الانجلز. في سنترز يعني، انا كنت في كندا في اوتوا عندهم عشان سنتر اوف هيب سيرجري، كل الحالات اللي بتخش فور هيب ام ار اي بيقيسوها كل الانجلز، الالفا انجل واللاترال سنترال ليج انجل والافست وكل الحاجات ده هي بتتقاس روتين لكل حالات الهيب، لان عندهم سنتر بتاع هيب سيرجري. لكن احنا في شغلنا البراكتس الديلي براكتس يعني يهمني جدا ان احنا نشتغل على اللي احنا بنشوفه كل يوم. مش براكتيكال ان احنا كل حاله تخش لنا نقعد نسال كل الانجلز ده هي. فلازم ابقى دايركتد بالكلينيكال من الفيزيشن اللي بعتها، هو شاكك في فايبر لازم اقيس له الانجلز سواء طلعت او ما طلعتش، سواء طلعت نورمال او ما طلعتش نورمال. طبعا البروميننس اللي موجود عند الفيمورال هيد نك جانكشن واللابرال تير في الكام تايب والاسيتابلر اوفر، طبعا زي ما قلنا الاكس راي مهم جدا 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 في تشخيص الحالات ده هي. والمشكله اللي بتحصل في اللعبه قدام والانتيريور اسيتابلم از الاسيتابلر اوفر كفرج اللي احنا قلناه في البينسر تايب. وساعات طبعا بيبقى عندنا الاثنين. في بعض الحاجات اللي هي بيسموها اكسترا ارتكولر امبنجمنت السب سباين بيجي في الولاد سنا اصغر شويه، بيبقوا هايلي اكتيف ودايما بيبقوا سبورتس عندهم، بيلعبوا الكوره بيلعبوا العاب كتير فيها شويه
تروما اكتر، فبيحصل لهم مشاكل في الانتيريور انفيريور ايلك سباين. لو حضرتك قارنتوا النورمال بالابنورمال سايد، وشايفين حضرتك زي ما يكون في كالسيفيكيشن او اوستيفيكيشن عند الانتيريور انفيريور ايلك سباين ان كومباريزن تو ذا كونترالاترال سايد، بيحصل فيها ريبيتد تروما، ممكن يحصل فيها فراكشر، وبتاثر على الريكتس فيمورس انتيريورلي، ودي برضو مهم جدا ان احنا بقى دايركتد كلينيكال من الفيزيشن مع السن. السن اللي الاولاد دول جايين بس انهم صغير، اللي هم 13 14 سنه مش اكتر، يعني في الرينج ده كده. عندنا حاجه اسمها ايليوسوس امبينجمنت، بيبقى في انتيريور بين ريليتد للايليوسوس كلينيكالي ومعاها لابرال تير، ومفيش راديولوجيكال فيتشرز ولا كلينيكال فيتشرز بتاعت فاي، فبنقدر ساعتها نشخص الايليوسوس امبينجمنت ان ريليشن اللي هو بانتيريور بين ومعاها لابرال تير ونو ساينز اوف فاي. من الحاجات المهمة جدا وبقى تفضلنا فترة طويلة بنشخصها دلوقتي اللي هو الاسكيو فيمورال امبينجمنت، المسافة اللي ما بين الاسكيوم والليسر تروكانتر بتبقى اضيق من الطبيعي، ونلاقي الكوادريتس فيمورس ماسل ريلاتيفلي اتروفيك وفيها ايديمتس تشينجز، والبين معظمه بيبقى بوستيريور. من مشاكل الهيب ريجن يا جماعة ان البين عندهم بيبقى فيه شوية ريفيرد بين، يعني الاي في ان مثلا في الحاله اللي احنا هنشوفها اللي جايه دي مثلا الجريتر تروكانتر امبينجمنت دايما ريليتد للبوست اوبرتيف ستاتس والحالات بتاعت الدي دي اتش، البي بيبقى معظمه بره هنا زي ما هنشوف دلوقتي مع التروكانتريك برسايتس اللي هنشوفها كمان شويه. الاي في ان يا جماعه كلينيكالي بيعمل بين ريفيرد للجريتر تروكانتر، فساعات المرضى مش نقدر يعني دايما نبقى ماسكين لهم العصايه زي ما بقول، يعني الكلينيكال ما بيبقاش سهل خالص ان عيان تلاقيه جاي يشتكي اسف من بين عند الجريتر تروكانتر، فعندنا في حاجه اسمها جريتر تروكانتر بين سيندروم، دي كومباينيشن ما بين البيرسايتس وتندينوباثي في الجلوتيال ماسلز which عندنا يا جماعه البيرسز الاراوند ذا جريتر تروكانتر من الانتيريور اسبيكت والبوستيريور اسبيكت في كذا واحده موجودين، ساعات ما بيبقاش سهل ان انت تفرقهم بالام ار اي، بس مجرد انك تقول له ان في تروكانتريك بيرسايتس دي مهمه جدا عشان تديفرنشيت السبب بتاع البين اللي موجود في الهيب ريجن. مهم قوي ان احنا عندنا lateral hip pain pain and lying down. طب ما احنا قلنا ان احنا عندنا ممكن في بعض حالات الاي في ان بيبقى البين يعني refer to the greater trochanter. في نقطه مهمه جدا بقى ان التروكانتريك بيسايتس بتبقى tender and palpation، وبالنسبه لنا طبعا بنشوفها بالسونار، وفي حالات كتير بنجيب لها نحقن التروكانتريك برسايتس لما الفيزيشن بيعزلنا نحقنهم بالالتراساوند جايد. عندنا اكتر من تندو بيبقى فيه مشكله فيها زي ما حضراتكم شايفين هنا، عندنا جريتر ليفت تروكانتريك برسايتس وفي انجري للجلوتيس مينيمس تندون بيتراحم مننا، احنا نشوف تندينوزيس بارشال تير وساعات ممكن يحصل رابتشر للجلوتيس مينيمس وساعات جلوتيس ميديس تندون كمان. زي ما حضراتكم عارفين الاي تي بي الباند ده عندنا فيه مشكله عند الركبه وفيه مشكله عند الهيب جوينت. المشكله عند الركبه طبعا حضراتكم عارفينها الاي تي بي الباند فريكشن سيندروم، الاي تي بي الباند فريكشن سيندروم بنلاقيها في الام ار اوف ذا ني، لان السيجنال بتاعت الفات ستريب صغير خالص كده ما بين الاي تي بي الباند واللاترال فيمورال كوندايل بيبقى لوست وريبليسد بفلويد سيجنال. عندنا هنا فوق عند الاي تي بي الباند عند الهيب عند الإيلياك بون خالص فوق كده بنشوف ان في سيجنال عند الايوتيبيال باند، نشوفها في الكرونال ونشوفها في الاكسل، وممكن يكون فيها ريجولاريتي زي ما هنا كده في احتمال يكون فيها بارشال تير صغير. مهم قوي ما ننساش الحاجات اللي موجوده حوالين الهيب ريجن زي ما وري لحضراتكم كده. لو الانتيتي ده مش في دماغنا واحنا بنبص على الهيب جوينت يول ميست. انا في حاله من الحالات خدش بالي منها وانا بص كان في اديمه جامده قوي. الكلو في النقطه دي يا جماعه ان انت بص على الهيد كويس، لو الهيد ما فيهاش اديمه لازم تفكر في الاستوري استيوم. دايما هنا بيبقى في بدايه الحاله معاك في الام ار ار، لو النايده الصغيره شويه ممكن ما تبانش معاك في الام ار ار من 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 اول بصه كده على الام ار، لكن دايما بيبقى معاها بري اوستيال اديمه واندوستيال بيسموها هاف مون ساين، تبقى الاديمه كونفايند للحته اللي فيها الاستوري استيوم. لو انت شكيت في القصه دي ومعاك اكس راي او معاك سي تي القصه تنتهي ان احنا بنطلع النايدس طبعا والكلاسيكال سكليروز زي المحاضره بتاعت الدكتور عاصم. فلو انت مش في بالك الاستيود استيوما ممكن ببساطه شديده جدا تفقدها، وخاصه ان النايدس ساعات ما بتبقاش واضحه قوي في الام ار اي. طيب امتى نطلب الام ار اي للبيشنت او ننصح زمايلنا ان احنا نعمل ام ار اي؟ لو عيان سنه
مش كبير قوي وبيشتكي من بين في الهيب والاكس راي بتاعته نورمال, لازم نعمل ام ار اي تو اكسكلود ذا اي في ان اس دي ثينك والاذر كوزز زي ما وريت لحضراتكم. لكن عيان زي ما حضراتكم شايفين كده الاكس راي بتاعته واضح جدا عنده باي لاترال اوستيوارثروزس ايفيدنت واستابليشد اوستيوارثروزس, ف يعني طالما ماشي العيان كده وما فيهوش حاجه جديده يبقى احنا مفيش داعي للام ار اي لانه مش هيزود كتير في الدياجنوزس والمانجمنت بالنسبه له. لكن بيشنت زي ده او زي دي 47 سنه في ميل وعندها اوستيوارثريتيك تشينجز وفجاه بدات تشتكي من اجونايزنج بين من غير ديفينيت هيستوري اوف تروما وبدات يبقى عندها مشكله في الويت بيرنج, لازم نعمل ام ار اي تو اكسكلود ذيس امبورتنت انتيتي. اوكلت هيب فراكشر بنشوفها يا جماعه مش قليل خالص خصوصا في الناس الكبار اوستيوبروتيك ومن غير تروما, يقول لك ان هي بتتحرك عادي خالص وقايمه ومش عارف تعمل ايه وفجاه رجليها مش عارفه تدوس عليها. طبعا بيحصل اكتر في الفيميلز. مهم جدا يا جماعه الاوكلت هيب فراكشر يتشخص بدري عشان ما يخشش في الفرانك فراكشرز اوف ذا فيمورال نيك, وطبعا المانجمنت بتاعها بيبقى اصعب بكتير. دي الحاجات اللي انا وريتها لحضراتكم, دي المحاضره اللي انا مجهزها, اللي جاي ده من الاركايف بتاعي انا الشخصي, حالات بوريها لحضراتكم different causes of hip pain, وكل الحالات دي كانت مشتركه في حاجه واحده انها كانت مبعوثه لي على انها كويري اي في ان. تمام, هنشوفها مع بعض دلوقتي. نبدا بدي ب كورونال واكسل فات سات ايمجينج. زي ما حضراتكم شايفين هنا عندنا في ترانزيشنال فيرتبرا على الليفت سايد, ده زومين كده حضراتكم شايفين كده في شويه ايريجولاريتي بسيطه خالص وساب كوندرال مارو اديما, دي احنا بنسميها بيرتلوتي سيندروم سيمتوماتيك ترانزيشنال فيرتبرا. النقطه دي مهمه جدا يا اخوانا, بتعمل بين وريفيرد للهيب جوينت, بس دايما بالكلينيكال بيبقى دايما الجراح شاكك ان هو لو ناقشته في القصه دي هتلاقيه يقول لك ان البين بوستيريور اكتر. فالحالات دي اكتر ما بيجيش من عند جراحين العظام, بيجي اكتر من عند الريماتولوجيست لو شاكين في ساكو ايليتس اكتر, لكنها بنشوفها كتير مع حالات مبعوثه هيب ام ار اي ونلاقي المنظر ده قدامنا. حاله ثانيه دي كانت بنت رياضيه سنها مش كبير بس كان غريب جدا طبعا ان هم شكوا في اي بي ان من كتر البين اللي كان عندها. زي ما حضراتكم شايفين هنا الكورونال ايمجز از دايجنوستيك جدا جدا جدا, شايفين هنا القصه دي هنا في فوكال كوندرال انجري في الروف اوف ذا اسيتابيلو, ده كان واضح جدا جدا دهيت, وكانت البنت دي يعني فعلا كان عندها سيفير بين سيفير بين, لدرجه ان هو عشان كده الجراح شك في انها اي بي ان. طبعا من الحالات اللي بتجيلنا كتير جدا جدا في حالات الام ار اي اوف ذا هيب بنشوفها, ونبقى شايفين لو صور الكورونال بتاعتنا دايما لان احنا على الهيب جوينت في الكورونال بنقطع اجزاء بنقطع الهيب بس, لكن في الكورونال بيجيب جزء من الساكل ايليك جوينت, فدايما واحنا بنبص على الهيب ام ار اي لازم تبص على الساكل ايليك جوينت, لان زي ما حضراتكم شايفين هنا بنشوف حالات مش قليله عندها بايلاترال ايديمتس تشينج. انت ممكن تجيب الكات ده الكورونال فات سات ده مع الهيب ام ار اي, فنشوف المنظر ده كده, والاكس والسي تي او الاكس راي ساعات كتير ما بيبقاش فيه مانيفيستيشنز كتيره, ودي حاله احنا راديولوجيكالي بنقول عليها اكتف ساكتو ايليتس از لونج از ان في ساب كوندرال مارو اديم. في بعض الناس كانت بتفضل ان احنا نحقن الحالات دهيت, ولكن الجايد لاين او اتفق على ان هو اكتر حاجه بنسجست بيها ان الحاله دي ممكن تكون اكتف ساكتو ايليتس اللي هي ساب كوندرال مارو اديما في الفات سات سيكونسز. Another patient وعنده هنا طبعا دي very diagnostic ان هنا دي بيرسا fluid signal مع الاليو سوس تندم. اليو سوس بيرسايتس وفي نفس البيشنت كان عندها تروكانتريك بيرسايتس. دي من الحالات برضه يا جماعه اللي هي كلينيكال اكيد طبعا يعني الجراح او الفيزيشن عموما بيتلخبط هو بيعمل كلينيكال اكزامينشن بين عنده هنا والبين عنده هنا, فنفس البيشنت كان عندها يعني coexisting iliosowas وتروكانتريك بيرسايتس في نفس الحاله, فممكن طبعا تلخبط شويه في الكلينيكال اكزامينشن. دي كانت جايه برضه شاكين انها اي في ان لانه عنده بين في عند الهيب جوينت قريب من الاليوسوس شويه طبعا, وبين عند الجريتر تروكانتر, فعشان كده كانوا شاكين في انها اي في ان. ده شاب صغير وكان شاكين من كتر البين اللي عنده شكوا فيه ان هو اي في ان, طبعا ده كان بدايه الاكزامينشن بتاعته كان هيب برضه ام ار اي, لكن ده بعد يعني كده
لقينا في الماسيف إديما اللي موجودة انترا وبيري ارتيكولار للساكرو إيليك جوينتس ولوكيليتد كولكشن زي ما حضراتكم شايفين هنا كان حالة. بس ده بدايته كانت هيب ام ار اي, فيا دوب الحتة دي كانت باينة معانا تحت خالص. بعد كده طلبنا له فول اكزامينيشن اوف ذا ساكرو إيليك جوينت, وخصوصا الاكس راي بتاعته كانت نورمال, والولد ده اتشخص اياميها سيبتك ساكرو إيليتس وجاب دراماتيك ريسبونس طبعا للبروبر انتي بايوتيك تريتمنت. عشان كده دايما عينينا على الساكرو إيليك جوينت. لاهميه القصه انا بعيد الحاله تاني, بس دي بقى قلت من حالاتي انا شخصيا ان انا دي كانت الاوكلت فراكشر باينه جدا هنا في الام ار اي واضحه جدا والإديمة اللي حواليها. لكن طبعا نجيب بقى الاكس راي تاني ونركز فيها, ما ده برضو رساله ان احنا لازم نبص على الاكس راي كويس جايدد بالكلينيكال. فطبعا لو حضراتكم شايفين هنا في سكليروتيك لاين ممكن وانت بتبص بسرعه على الاكس راي تقول لا ما فيش حاجه, لكن ديفينيت الاكس راي طبعا لما تبص فيها كويس تلاقي السكليروتيك لاين بتاع اوكلت فراكشر موجود معانا. دي كانت حاله كيس يعني, واحنا يعني الباثولوجي بتاعها كان بروفد ان الحاله دي فعلا كانت جايه لي ب ام ار اي اوف ذا هيب بري اي في ان, وعندنا زي ما حضراتكم شايفين اكستنسيف يعني ماركت افيوجن اكستنسيف سينوفايتس ومالتيبل انترا ارتيكولار ولوز بوديز وبيري ارتيكولار لوز بوديز. شايفين حضراتكم شايفين هنا كده في ليجن هنا كمان لما عملنا له سي تي طبعا باين الكالسيفيكيشن واللوز بوديز, وفي ليجن تاني هنا كده انا اياميها كتبت ما قدرتش اكتب دي انها فوكال ليجن, لكن كتبت ان ده طبعا سينوفيال اوستيوكوندروماتوزس, لكن طلع كمان كان معاها انترا اوبريتيف ان فيها سمول اوستيوكوندروما بس كانت مداريه شويه في وسط الكالسيفيكيشن الكتيره اللي هي الحته دهيت كانت بروفد بانترا اوبريتيف وباثولوجيكال بعد كده ان في حته اوستيوكوندروما ومعاها سينوفيال اوستيوكوندروماتوزس. حضراتكم لما دخلتوا على الليتريتشر هتلاقوا في ابروتشز كتيره للايمجينج او ازاي تاسس حاله بينفول هيب في العضلات, مش اختار اللي انت عايزه, ولكن اهم حاجه ان احنا لازم الاول نبقى جايدد بزملائنا في الكلينيكال وات ايفر ذا سبيشاليتي, لازم هم يكونوا واخدين هيستوري كويس وكلينيكال اكزامينشن كويس, هل هو فعلا الهيب جوينت ولا حاجه من اللي حواليه. لازم احنا شخصيا نبقى مركزين ان احنا ممكن نغير في البروتوكول. انا حاليا بزود ساعات كتير جدا ساجيتال تي 2 ذا لامبر سباين لحالات كتير قوي هي جايه طالما ان مش شور ان ده هيب او ساكرو ايليك بين. نرجع تاني مهم جدا الاكس راي في شغلنا, مهم جدا جدا ان احنا نبص على الاكس راي كويس ما نهملهوش, وطبعا الام ار اي مش يتطلب على طول, واهم حاجه زي ما قلت لحضراتكم ان احنا نشتغل في تيم واحد مع زمايلنا عشان الجايدنس منهم بيساعدنا كتير جدا جدا في حياتنا. زي ما قلت لحضراتكم ان احنا مهمتنا الاساسيه ان احنا نشخص العيان بدري عشان العيان لما يبقى استابليشد اي ان ولا استابليشد شاركو جوينت ولا ده مش نجاح مننا, احنا النجاح بتاعنا ان احنا نشخص العيان بدري ونشتغل مع زمايلنا في تيم, بس طبعا بالطريقه المظبوطه مش بالطريقه الموجوده في الصوره دهيت. ده معهد البحوث المكان اللي انا بشتغل فيه وانتمي لجامعه اسكندريه, قلعه قايتباي في اسكندريه, قصر المنتزه وحاجه حديثه شويه كده كوبري ستانلي, و اسكندريه وقت الغروب طبعا. يعني احنا اشكركم على الوقت اللي اتحته لي يعني, واتمنى ان شاء الله ان انا القاكم المره الجايه بنفسي اكون في عندكم في كليه طب منها, وان حضراتكم تشرفونا في اسكندريه ان شاء الله في اقرب فرصه ممكنه ربنا يرفع عنا اللي احنا فيه ده, ونلتقي شخصيا باذن الله. شكرا. Thank you very much Professor دكتور خالد for I think that you are a genius man, Dr. Khaled, as you are called me maybe 10 days before or 2 weeks and asked to participate in this in this
So thank you very much. Soon, inshallah, you will participate with us at our department. Inshallah, thank you very much, Dr. Khaled. شرف لي. بس حضرتك شوقتنا لاسكندرية، شوقتنا لاسكندرية كتير يا دكتور خالد، لأن حضرتك طبعا الناس اللي قاعدة كلها طبعا نفسها تروح، فحضرتك عمال قلعة قايتباي والمكتبة لازم وكل الناس اللي قاعدة تسمع حضرتك دي ليها ذكريات، وطبعا أهلا وتشرفونا بي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. يعني شكرا جزيلا دكتور خالد، شكرا جزيلا، thank you very much. Thank you. دكتور أحمد عبد الخالق، can we start now؟ إيه دكتور هشام؟